اللي كيديروا غير الباستيير ماشي خلفها الناس اللي كيديروا الانسولين خصهم يقسموا الماكله ديالهم من 5 حتى ل 6 المرات ماشي بحال الناس اللي كيديروا الباستيير بالعكس كنقول لهم كلوا غير 3 المرات ولكن اللي كيدير الانسولين باش ما يحتاجش للسكر خاصو ياكل 5 حتى ل 6 المرات في النهار وياكل خفيف باش ما ياخذش الوزن علاش لان ديجا اللي كيكون كيدير الانسولين كيكون تعرض لغلط دونك خصو يربط البال مع الماكله اللي هي ياكل حاجه اللي ما غاتقلقوش أما السكري النوع الثاني هو السكري اللي كيحتاج حمية بيجي مع الطبيب ديالو تيكتبلو بيجي الرياضة والأدوية هنا خصنا نوصل لكم واحد الرسالة مهمة هو أن الناس اللي عندهم أغلبية فيكم هنا راه عندهم النوع الثاني اللي ما كيحتاجش الأنسولين راه الرياضة والريجيم هما الأولين المهمين عاد البسيط المشي مهم بزاف ما حدنا كنتمشى وما حدنا كنحرقوا داك السكر اللي عندنا زايد في الجسم ديالنا ما حدنا كنديروا الريجيم وما كناكلوش الحاجه اللي كتطلع لنا السكر وما حد السكر غيكون عندنا متوازن وما نساوش بان الناس اللي تيكون فيهم السكر اغلبيه واحد 60% عندهم حتى الضغط الدموي تيكون فيه السكر والطونسيون ولا فيه السكر وعندهم الكوليسترول طالع ولا فيه السكر وتيكبي حنا ملي كيجي عندنا الانسان فيه السكر ما كنشوفوش غير السكر بوحدو كنشوفو حتى عوامل الخطوره الاخرى اللي كيدير لهم امراض القلب والشرايين بما فيها الضغط الدموي يعني الطونسيون الكوليسترول والسمنه والتدخين